أبدا. أمين. إنجيل النهاردة من معلمنا يوحنا البشير، وبكلمنا عن المولود أعمى. وكأن الحقيقة الكنيسة بتعدنا في الشهر ده، شهر الغطاس، عشان نفتكر معموديتنا ونتذكر إن في عهد بيننا وبين ربنا. كل ما نعدي على المعمودية، إن في عهد من زمان قطعناه مع ربنا، إن إحنا صرنا أولاده بالمعمودية، صرنا أولاده بالتبني، وسكن فينا الروح القدس من خلال مسحة الميرون. فكل ما نسمع أو كل ما نعدي الكنيسة ونيجي الكنيسة ونشوف المعمودية، نتذكر إن إحنا في عهد بيننا وبين ربنا، والعهد ده لازم نوفيه، وإلا نبقى إحنا نقول لا بنون. الحقيقة النهاردة بيكلمنا عن المولود أعمى، وزي ما قلت هو يعني الكنيسة بترتيبها المبارك بتكلمنا عن الموضوع ده النهاردة في الحد الرابع من طوبة، عشان المعمودية هي سر أسرار الكنيسة. مفيش حد يقدر يجتاز للسماوات من غير المعمودية، مفيش حد يقدر يخش للسماء من غير ما يتعمد، مفيش حد يقدر يجي من الباب من غير الأول ما يعدي على المعمودية ويصير ابن، وبعدين بالتالي يسمع صوت الكتاب: لا تخف أيها القطيع الصغير، لأن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت. الحقيقة قصة المولود أعمى كلنا عارفينها، عشان وقت القداس مش هنعيد القصة بس لأنها معروفة. إنما عايز أتأمل في بعض النقط في أول آيتين من إنجيل يوحنا. بقول لنا: فيما هو مجتاز رأى رجلا ولد أعمى، فسأل تلاميذه قائلين: يا معلم، من أخطأ، هذا أم أبواه حتى ولد أعمى؟ فيما هو مجتاز. الحياة البشرية كلها اتولدت ما عندهاش استنارة، كل البشرية أخطأت في آدم، واستنارتنا راحت مننا بسبب خطية آدم الأصلية. والسيد المسيح جاء عشان يصلح الوضع ده، عشان كده اتولد وتعمد وخدم وطلع على الصليب وبعدين صعد للسماء عشان الوضع ده، عشان لما احنا ننزل المعمودية نرجع تاني للطبيعة الأولى، ناخد الاستنارة اللي فقدناها. احنا فقدنا استنارتنا، فقدناها من خلال خطية أبونا آدم الأصلية. آدم ما تاكلش، حواء أغوته أكل وسقط الجميع، وسقطنا كلنا في آدم، سقطت كل البشرية في آدم. عشان كده كل طفل بيتولد بخطيته الجدية بتاعت جده آدم، فلازم ينزل المعمودية عشان يموت مع المسيح ويقوم معاه، ويقوم خليقة جديدة تستطيع أن تدخل ملكوت السماوات. من غير كده إحنا مدنين. عشان كده إحنا البشرية كلها فقدت هذه الميزة، فقدنا ميزة إن إحنا عندنا البراءة، عندنا العين المستنيرة، فقدناها في صلب أبونا آدم اللي أخطأ وإحنا أخطأنا فيه. عشان كده جه السيد المسيح يصلح الوضع ده. البشرية كانت في هذا المولود أعمى، مولود أعمى مش شايف حاجة، إنما رجل عنده إفراز شوية. فيما هو مجتاز السيد المسيح، فيما هو مجتاز رأى واحد قاعد أعمى. الحقيقة طبعا السيد المسيح مش حاجة فجائية بيعمل كده ولا عشوائية. السيد المسيح عارف إنه هيمر وهيلاقي الراجل ده وهتحصل معجزة. إنما احنا بنتكلم النهاردة، السيد المسيح مراحمه كتير علينا، إنما احنا بنتكلم على واحد فاقد نظره، عنده بعض الصفات الجميلة
بعض الصفات الجميلة ناخد بعض منها لوقت القداس. أول حاجة، الراجل ده عرف إن المسيح هيمر في الحتة دي، رمى نفسه في السكة دي. فيما هو مجتاز رأى إنسان. ما تيجي كده في مشكلتك ترمي نفسك عند ربنا، ما تيجي كده في حيرتك تقول له يا رب أنا محتار مش عارف أتصرف إزاي. إحنا أحيانا في مشاكلنا الكتيرة، أحيانا في حيرتنا الكتيرة، أحيانا في نفسياتنا التعبانة في العالم الكتيرة، نلجأ لبعض الصدقات، نلجأ لبعض الناس، نلجأ للعالم، لدرجة بعض أولادنا اللي مش مرتبطين أو بربنا يقول له يا أخي ما تاخد دي تشربها خليك تروق، والتاني يقول له يا أخي ما تيجي نروح حتة نشوف لنا، نروح سينما ولا مكان لهو ولا حاجة عشان نفرغ عن نفسنا. واحد تاني صاحب مزاج يخش في سكة تالتة، ونسينا يوم من الأيام إن احنا أولاد ربنا. أول حاجة نعملها لما الدنيا تضيق بينا، لما العمى الروح يصيبنا، نقول له يا ربي تعالى صلح عينينا من جديد، فتح عينينا من الأول. نقول له يا رب القلب خلاص اتقسى، القلب اتقسى والعين ما بقتش شايفة الوصية، العين بقت شايفة الوصية صعبة. الحقيقة الوصية صعبة جدا قبل المعمودية، قبل ما ناخد المعمودية ما نقدرش ننفذ الوصية. وانا انسان عتيق، وانا فيا الانسان القديم اللي سقط بآدم، ما اقدرش انفذ الوصية. ربنا يقول لي حب، اقول له حب ازاي؟ يقول لي حب عدوك، اقول له كمان عدوي ده انا مش عارف احب اخويا، احب عدوي ازاي؟ يقول لي ما تاكلش، اقول له ازاي ما اكلش؟ صوم، اقول له صوم ليه؟ قبل المعمودية ما نقدرش نعمل ولا حاجة من اللي الكتاب قاله، عشان بالمعمودية نرجع تاني للطبيعة الأولى. ترجع ربنا يقول لي ما تاكلش صوم، اقول له حاضر يا رب، يعني تفرق معايا ايه؟ صيام الكبير 55 يوم، اقول له يا رب ماله ده انا بشوفك في كل قداس وبشوفك في كل يوم صيام. يقول لي طول بالك في الصيام، خلي في شويه انقطاع عشان يحصل فيه شويه تذلل، اقول له ماله يا رب ده انا حتى لما مش باكل ببقى خفيف، بعرف اقف واصلي. من غير المعموديه ما كنتش اعرف اعمل كده ابدا. من غير المعموديه انا انسان طبيعتي قديم، عايز العالم، باصص لتحت. ربنا قال لي بعد ما سقط آدم، قال لي في آدم بعرق جبينك تأكل خبزك، إنما لما خدت المعمودية قال لي إيه؟ أنت ابن الحبيب الذي به سررت. السماء قالت كده خلاص، ما بقتش من هنا، بقت الحكاية من فوق، بقت الحكاية السماء اللي بتشهد، بقيت إنسان سماوي. مالك بالأرض؟ رجعت للأرض تاني ليه؟ عشان كده من مزايا الراجل ده فكرنا ان احنا لينا أب لازم نلجأ له. المولود أعمى، أول ميزة عنده رمى نفسه عند المسيح، أول ميزة عنده تلاقى مع المسيح، أول ميزة عنده بحث عن ربنا. القديس أغسطينوس قعد مدة طويلة ما يعرفش عن ربنا حاجة، وبعدين لما رجع تاني لنفسه ورجع لربنا وقدم توبة قال له ايه؟ تأخرت كثيرا في حبك، دورت عليك في العالم كله، أتريك ساكن جوه قلبي وانا مش عارف. ربنا ساكن جواك، انت اللي مديله حتة صغيرة وسايب الباقي للعالم، وربنا مركون في ركن كده مش عارف يشتغل. طب ما انت اللي حطيته كده، ما تخليه يشتغل، ما تديله القلب كله عشان ينوره. هو بينور الحتة اللي انت اديتها له، لو اديته حياتك كلها هينورها كلها. ابحث عن المسيح، اشتهي انك دايما تقول له انا بدور عليك يا رب العالم واخدني، انا بدور عليك وبصوتي كله بقول لك يا رب ماذا اعمل لارث الحياة الابدية. ما تدور على ربنا، ما تدور على ربنا هيشرح لك، ابحث عنه هتلاقيه في الكتاب المقدس، هتلاقيه في كل كلمة في الكتاب بتقراها ربنا بيرسم لك خطة خلاصك. الكتاب المقدس
قصة خلاصك قصة تعاملات الله مع كل واحد فينا، كل واحد فينا الكتاب المقدس بتاعه، لأن ربنا عايز يقول لك كده، احنا اللي بنبعد. الكتاب المقدس بيقول لك انا بدور عليك، ما تدور انت. يوم حبيبي ما تدور على ربنا، ربنا هيجي لك. انا واقف على الباب واقرع، ان فتح احد. احنا اللي بنتأخر، احنا اللي بنقول له ازاي ده انا غسلت رجلي كيف اوسخهم، غيرت هدوم ازاي اقوم افتح لك، احنا اللي بنقول له كده. انما لما تقوم بسرعة وتفتح الباب هتلاقيه جاي يتعشى معك وانت معه. لازم نعرف ان الدنيا دي متسابة، عشان كده انا بدور على استنارة الروحية، انا بدور زي الراجل الاعمى النهاردة، انا بقول له انا بدور عليك يا رب، بس انت جوايا وانا مش حاسس، مش عارفك، عرفني ذاتك. مرة موسى قال له ارني مجدك، قال له بعد كل ده يا موسى، قال له انا عايز اشوفك، انت عايز اشوفك. احنا عايزين نقول لربنا احنا بنشوفه، ده احنا في غنى جميل، كل يوم جسد ودم موجودين على المذبح بنشوفه، كل يوم احنا بنشوفه. ده بالعكس، ده احنا بناكله، هو ساكن فينا. قبل المعمودية المسيح كان من بره، بعد المعمودية لما بقينا ابناء المسيح دخل جوه وسكن جوه. ايه الجمال بتاعنا ده؟ احنا مش حاسين ليه بالجمال ده. نمرة واحد، شوف دور على المسيح، ارمي نفسك في طريق ربنا. نمرة اتنين، القناعة، امتلك القناعة. الراجل ده قانع بحياته بظروفه، اتولد اعمى وشاكر ربنا وهو قاعد في مكانه وشاكر ربنا. الكتاب ما سمعناش انه هو تذمر خالص، ما سمعناش من خلال الكتاب المقدس ان الراجل ده متذمر ابدا. غني مش غني، هو فقير وقاعد على الطريق يستعطي، وشاف المسيح صرخ ارحمني. ما احنا المسيح معانا على طول. كلمة ارحمني ليه بتطلع صعبة؟ كلمة ارحمني من القلب بتطلع صعبة ليه؟ احنا الكنيسة ما بتعلمناش غير الكلمة دي. القداس كله عبارة عن رحلة توبة، طول ما احنا واقفين نقول ارحمنا يا رب، ما فيش مرد في الكنيسة غير ده، ما علمتناش الكنيسة غير ده. ارحمني يا رب كرحمتك وليس كخطايانا. انما الراجل ده القنوع ده برغم انه فقير كان فرحان، كان عنده فرح عجيب، مبسوط بحياته. زمان كان ابونا ابراهيم ولوط كانوا فرحان، ابونا ابراهيم، ولوط شاف الارض المعشبة قال لك لا اخد الحلوة دي، ابونا ابراهيم قال له حبيبي كله متفات، اللي يعجبك خده، لا تكن بيني وبينك مخاصمة، اللي انت عايزه خده. ما كانش فيه فرح. طب يا خدت يا لوط اللي انت عايزه كنت فرحان؟ قال ابدا، ده انا فقدت كل حاجة فقدتها، والملاك جاني عشان انا بس يعني كنت بار مع ربنا. قال له ايه؟ اهرب لحياتك، اهرب من كل الدايرة. خرج وساب كل حاجة وخسر مراته والبنات فسدوا. ايه اللي كسبه لوط؟ ادي اللي مش فرحان متهيأ له ان هو فرحان وباصص بعين ارضية للمادة بس. انما الراجل ده كان فرحان وفي حياته كده، وشايف حياته مبسوطة كده، وربنا ولدني كده او ادانا بقى كده وانا مبسوط كده. ونسي الآية اللي بتقول، او احنا احيانا نتناسى الآية اللي بتقول فقراء ولكن نغني كثيرين. هنسيب كل حاجة؟ ما تسيبه وتخليك قانع، ما تسيبه وتخليك قانع بحياتك، ما تخليك قانع باللي انت فيه. ما انا انعان يا رب باللي اديتهوني من صحة ومال وفلوس وولاد، مقانع ما ادتنيش برضو قانع، لان كل ده متساب، وانا هروح لك زي ما رجعت، زي ما جيت، ما عنديش حاجة ومش هاخد حاجة. نمرة ثلاثة عشان وقت القداس، التسليم. الراجل ده كانت حياته فيها تسليم. اهو انا خلاص، انا كده مبسوط من غير ضجر. انما جات الفرصة اللي المسيح يعمل معاه شغل، جات الفرصة للمسيح يعمل معاه شغل، مبسوط
مبسوط ومسلم حياته لربنا، زي ما بولس الرسول قال لنا كده: سلمنا فصرنا نحمل. صحيح كان بولس الرسول بيتكلم على السفينة، بس سلم حياتك عشان ربنا يشيلك، سلم حياتك عشان ربنا يرفعك، سلم حياتك عشان تشوف فعلا أعمال الله العجيبة معك. اقعد كده في لحظة تسليم جميلة، قول له: يا ربي ايه عمري اللي فات ده؟ ده انا شفت منك حاجات كتير، ده انا مش فاكر، ده انا اللي نسيت كل اعمالك معايا، نسيت كل عطاياك معايا، نسيت مواقفك معايا. تذكر ان المسيح ابوك هتفرح، تذكر ان يوم من الايام ادالك المعمودية وخلاك ابن تفرح، تذكر يوم من الايام المسيح وعدك بملكوت السماوات تفرح جدا. بس جاهد عشان ملكوت السماوات ما تضيعش منك، جاهد، خليك مثمر، خليك انسان مثمر، خليك انسان عندك تسليم. لو امنا حواء زمان كانت سلمت وابونا ادم، ما كانوش اتطردوا من الجنه، كانوا فضلوا في الوجود مع الله. ولو شمشون ما بصش لدليلة بعين وحشة ونسي انه هو نذير من الرب، ما كانش تاه ورجع اخيرا بعد ما تبهدل. عشان كده برضو هو يوم من الايام لما بص لدليلة نسي هيكل ربنا، نسي انه نذير، ونسي انه هو ربنا منذر، هو نذر ربنا، نسي كل الكلام ده. انما واحدة زي السامرية لما تركت الجرة، لما تركت الجرة رجعت للمسيح واخدت كل البركات. حياة تسليم، حياة تسليم، حياة تسليم. نمرة 4، الحقيقة يعني اداب الحديث مع ربنا، اداب الحديث مع ربنا. ازاي اتكلم مع ربنا؟ ازاي احنا معظمنا، سامحوني، كلنا او معظمنا احيانا نتهم ربنا: انت مش سمعنا، انت ليه سايبنا كده؟ ما احنا بنصلي. يجي واحد يقول لك: انا صليت للموضوع ده وما تمش، فمش جاي تاني، مش جاي الكنيسة تاني. يا اخي، طب اين مشيئة الله في حياتك؟ ما يعرفش. فين مشيئة ربنا في حياتك؟ فين التسليم؟ فين القناعة؟ فين لما ربنا يقول لك ستفهم فيما بعد تقول له: لا انا عايز افهم دلوقتي؟ احيانا دلوقتي ما تنفعش، دلوقتي ما تنفعش، سيب ربنا في حياتك. الراجل ده لما جه بقول له: عارف مين اللي عمل فيك المعجزة؟ قال له: هو فين يا سيد عشان اسجد له؟ قال له: انا هو. سجد، سجد. وانت السيد المسيح في حياتك بتشوفه. احيانا حتى لغة الخضوع ما بتبقاش موجودة، احيانا لغة الطاعة ما بتبقاش موجودة. اين الخضوع والطاعة؟ ما فيش. صدقوني احنا يعني لو اجيز لي القول، لو اجيز لي القول اقول احنا افضل من الملائكة. على الاقل الملائكة بتقف تغطي وجوهها عشان الوجه من الوجه الجالس على العرش، واحنا بنشوف السيد المسيح بناكله. لو اجيز لي القول اقول احنا افضل، احنا بناكل السيد المسيح، بنمسكه بايدينا، جسد ودمه موجودين كل يوم على المذبح عشان احنا تميزنا بالمعمودية. ده اعتقد يعني لما الملائكة جم يبشروا الرعاة بميلاد المسيح، اعتقد يعني كانوا مستغربين. الملائكة مستغربة، مين دول اللي المسيح جاي لهم؟ مين دول المسيح اللي جاي يتولد عشانهم؟ ولما جاي المسيح على الصليب، مين دول اللي المسيح يموت علشانهم؟ ليه؟ شوفوا الفوائد الجميلة العظيمة اللي ربنا اديها لنا. خلانا أبناء، جعلنا أبناء بعد أن كنا عبيد. داود النبي زمان يقول له: يا رب ما تسيبش نفسي في الجحيم ولا تترك نفسي في الهاوية، أنا مش عارف الدنيا هتوديني فين. كل الأنبياء في العهد القديم كانوا بيقولوا الكلمة دي. أبونا يعقوب قال له: لا أنا هتنزل شيبتي إلى الهاوية. إنما السيد المسيح ما يهونش عليه أولاده أبداً، حتى كل دول من الصليب نزل طلع النفوس الناس دي، طلع نفوس الناس دي. احنا النهاردة موت ايه اللي خوفنا؟
ده احنا عندنا النهاردة نقول يا رب إن عشنا للرب نعيش وإن متنا للرب نموت. الراجل الطيب ده النهاردة الراجل المولود أعمى ده أخذ حاجتين من أبونا داود، أبونا داود النبي. أول حاجة خد منها خطيتي أمامي في كل حين، أنا حاسس يا رب إن اتولدت أعمى لأن خطيتي كده قدامي وإنت هتقومني من الخطية دي، والتانية جعلت الرب أمامي في كل حين. إذا كانت خطيتي قدامي فاكرها عشان ما أعش فيها تاني، ربنا قدامي في كل حين عشان ما غلطش تاني من جديد. هو ده الإنسان اللي عايز ربنا، هو ده الإنسان اللي يعرف يسجد لربنا، الإنسان اللي يعرف يدي الكرامة لربنا، الإنسان اللي فعلا يحترم وعده مع ربنا ويحترم عهده المعمودية مع ربنا. يقول له فعلا يا رب خطيتي أمامي في كل حين، أنا غير مستحق، لست مستحقا، وفي النعمة والنعمة اللي انت اديتهاني يا رب جعلت الرب أمامي في كل حين لأنه عن يميني كي لا تزعزع. عايزين دايما لغة الستر، عايزين دايما نستر، دايما ربنا في حياتنا. ولما أخويا يغلط أخد بالي منه، أنا بقيت إنسان جديد، أنا بقيت إنسان جديد مش قديم. الإنسان القديم يتكلم عن الإنسان اللي جاره، إنما الإنسان الجديد يعرف كل حاجة يتكلم فيها مع ربنا. زي ما الوصية قالت أستر على أخوك، أستر على أخوك، أستر على بيتك، أستر على كل حاجة حواليك، ابعد عن النميمة والإدانة والقعدة اللي ما تجدش ربنا دي. خليك دايما عندك ازاي اتكلم مع ربنا بخضوع وانسحاق، ازاي اتكلم مع ربنا وانا مكسوف منه جدا، اقول انا مكسوف من كل اعمالك اللي عملتها معايا، ماذا للرب اردد من اجل كل احساناته ليا. الحقيقة تأملات كتير في المولود اعمى، انما لاجل وقت القداس نكتفي. ربنا يدينا الاستنارة الحقيقية، يدينا ازاي عيننا تتفتح على السماء، ازاي عينين قلوبنا تبقى هي اللي مفتوحة للسماء مش مفتوح على الأرض وطلبات الأرض، لأن في النهاية كل ده هيتساب ونحظى بنعيم الملكوت الأبدي. لله المجد من الآن وإلى الأبد.